أهلا بكم أيها الرائعون، دائما مع التمارين الرائعة في قانون الجذب وعلوم الطاقة والتخاطر. هذه المرة ريتيال جديدة يسمى ريتيال العطر لجذب الحبيب للاتصال بك، فمرحبا بكم أحبابي مرة أخرى. الأدوات المطلوبة: عطر تحبه طبعا بشكل خاص أو يرتبط لديك بذكريات جميلة، لحظة هادئة للتركيز، وإليك خطوات التمرين بكل التفاصيل. هذا الريتيال قوي جدا، فقط يلزمك النية طبعا الصافية والتركيز حتى تجذب اتصالا من الشخص الذي تريده أن يتصل بك. أولا تحضير العقل، اجلس في مكان هادئ تشعر فيه بالراحة، خذ بعض الأنفاس العميقة لتهدئة عقلك واسترخاء جسدك. يجب أن تكون في حالة هدوء وسكينة قبل البدء. إذا كان ممكنا قم بهذا الطقس قبل النوم حيث تكون الطاقات أكثر تقبلا، ولكن يمكن أن يتم في أي وقت تشعر فيه أنك مستعد. المرحلة الثانية مرحلة التركيز مع العطر. امسك بزجاجة العطر بين يديك، أغلق عينيك وركز على الشخص الذي تريده أن يتواصل معك. تنفس بعمق، ومع كل شهيق تخيل أن رائحة العطر تحمل نيتك ورغبتك نحو هذا الشخص. تخيل أن كل جزء من العطر هو رسالة توجهت إليه. أثناء التنفس تخيل هذا الشخص وهو يفكر فيك فجأة ويشعر برغبة قوية لا تقاوم في الاتصال بك أو التواصل معك. تصور أن قلبه وعقله مشغولان بفكرة التحدث إليك. المرحلة الثالثة وهي مرحلة مهمة عزيزي المستمع، هي تنشيط النية. رش القليل من العطر على معصميك أو في الهواء من حولك، وأنت تقول هذه العبارة بصوت عالي أو طبعا داخليا: مع هذه الرائحة أتواصل مع، وحاول أن تذكر اسم الشخص، ويتوجه قلبه نحوي يشعر الآن بالحاجة للاتصال بي. أعيد: مع هذه الرائحة أتواصل مع فلان، ويتوجه قلبه نحوي يشعر الآن بالحاجة للاتصال بي. حاول أن تكرر هذه الجملة 3 مرات. المرحلة الرابعة هي ترسيخ النية في طاقتك. بعد وضع العطر مرر يديك على عنقك وصدرك مع إشباع هذه المناطق بالطاقة الإيجابية. تخيل أن الرائحة تحيط بجسمك كله وتنشر طاقة رغبتك في الكون. أثناء القيام بذلك تخيل الشخص يشعر بجاذبية قوية نحو ذكراك أو حضورك، وأنه لا يستطيع مقاومة الحاجة للتواصل معك.
المرحلة الخامسة وهي مرحلة مهمة جدا، بعد ترسيخ نيتك جيدا تخلص من كل توقعاتك، ثق في قوة الجذب ودع الكون يعمل لصالحك. تابع يومك أو اذهب للنوم إذا قمت بهذا الطقس ليلا دون التعلق بالنتيجة الفورية. إليك عزيزي المستمع نصائح إضافية لتقوية قوة جذبك. اختر عطرا تحبه وله معنى خاص لديك، لأن هذا سيعزز الطاقة التي ترسلها. يمكنك تكرار هذا الطقس كلما شعرت بالحاجة لتقوية الاتصال مع الشخص. يستخدم هذا الطقس العطر كوسيلة لنقل الطاقة، لأن الروائح مرتبطة بقوة الذاكرة والمشاعر. هذا الطقس بسيط ويركز على الطاقة التي يمكنك إرسالها من خلال أشياء يومية مثل العطر. وطبعا دائما أقول أن التركيز والنية هي الأساس. حاول أن تقوم بهذا التمرين وأنت في كامل تركيزك. إذا قمت به وأنت مركز جدا على الطاقة وعلى طريقة الإرسال، حتما سوف تتلقى نتائج رائعة. في النهاية ممكن أن تتلقى اتصال من هذا الشخص مباشرة بعد نهاية التمرين على حسب قوة تركيزك وقوة إرسالك للطاقة. ممكن أيضا أن تتلقى اتصالا بضع ساعات بعد قيامك بهذا التمرين، فقط لا تتعلق بالنتيجة، كل شيء سيكون بخير. يوسف حسن، في أمان الله.